السلام عليكم، معكم القناة ديال أجونس عربي للعقار في مدينة الناظور. اليوم جبنا لكم العرض ديال واحد المنزل رائع. منزل المساحة ديالو 100 متر مربع محفظ، كيتباع مفرش، جاي قريب من وسط المدينة الناظور، من با واحد 7 دقائق على الرجل، قريب على الطريق الزغنغان 2 دقائق ما واصلاش على الرجل، وقريب حتى على المسجد والمدرسة وحتى المحل التجارية وكاع اللي غيحتاجوه بنادم في الحياة اليومية ديالو. موقع استراتيجي رائع وهادئ، موقع كالم بزاف، المنزل مفرش، الفراش بجودة عالية، حتى لا فينيسيون ديال الدار فينيسيون دو لوكس، شي حاجة مزيانة بزاف اوت كام. هنايا الصالون كما كتشوفوا في الدخلة مباشرة، الصباغة النوعية ممتازة وحتى الزليج. هنايا كاين الحمام اللي كاين لتحت، بالنسبة للماتيريال باش مخدومة الدار كلشي امبورتي من اوروبا، شي حاجة يعني بون كاليتي. هذا المطبخ، مطبخ مجهز، كويزين بيان ايكيبي، وحتى الباب اللي محلول على الباتيو، يعني دائما الكوزينه كتكون مهويه، بالخصوص انها كوزين امريكان، يعني مطبخ مفتوح على الصالون، فضروري تكون مهويه شويه المطبخ على ديك الشيء. عندها الباب على الباتيو مباشره، صراحة دار نقية بزاف وفينيسيون ممتازة. بالنسبة للتوتال ديال لي بياس اللي فيها، فهي فيها 4 ديال البيوت، 2 د الصالونات، 3 د الحمامات، مطبخ والكراج. طالع هذا هو البيت، وهذا الباتيو اللي كبير، ماشي شي باتيو ديك صغارين، مثلا باتيو كبير يقدر يتستغل في بزاف د الحوايج. الدروج طالعين بالرخام، وفي الباسامانو كاين العود كما كتشوفوا معنا. شي حاجه مزيانه بزاف. هنايا مع الدخله مباشره في الطابق العلوي كنلقاو صالون رائع الصراحة، لا من النوعية ديال الصباغة اللي ممتازة، ولا حتى الفراش اللي بجودة عالية. ولكن نحاولو نقربو لكم التصوير من أي حاجة باش تاخدو فكرة على أي حاجة كانت، سواء الصباغة سواء الأتات سواء الديكوراسيون أي حاجة. هذا هو الصالون اللي كاين الفوق، كاين البيت الاول هنايا الفوق، وهذا البيت الثاني اللي غنشوفو لانه كنا شفنا واحد في السفلي وهذا في الفوقي، وبقاو 2 د البيوت و2 ديال الحمامات. بالنسبه لك انتم مهتمين بهذا العرض هذا، ما عليكم الا تتصلوا بالرقم اللي كاين في اسفل الشاشه، اولا تزورونا لاجونس ديالنا اللي كاينه في حي النعناع، اقامه ايمن في الريد شوسي في مدينة الناظور. حتى نتوما الا كان عندكم شي عقار بغيتو تبيعوه اولا تكريوه، اتصلوا بنا بنفس الرقم ان شاء الله، ولا زورونا لاجونس ديالنا. بالنسبة للدار نذكروا انها جات في موقع استراتيجي مزيان، حتى الكراج تقدر يستغل ك متجر ولا شي حاجة. الدار مهوية ومشمشة. هذا الحمام اللي كاين الفوق، والحمام الثاني كاين مع البيت الرابع. اي حاجه واخده حقها في الدار هذه، فينيسيون ممتازه بزاف. هنايا البيت الثالث، بالنسبه للشراجم اللي كاينين في هذا الدار هذه، فهما ديال الالومنيوم نوعيه ممتازه، ولي ريدو الكتريك كما كتشوفوا معنا.
الموقع ديال المنزل صراحة جاي في موقع استراتيجي وسط المدينة الناظور، فينيسيوم ممتازة بزاف. هنايا البيت الرابع، فوالا ديال الديكوراسيون اللي كاينة فيه. صراحة فينيسيوم ما يحتاجش ندير عليها التعليق لأنه كل شيء كتشوفوه بعينيكم. دار مشمشة ومهوية. هاد البيت هذا هو اللي فيه صال دو بان ديالو، التواليت والدوش. فإلا كنتو باغيين ديرو شي زيارة لهذا العقار هذا، ما عليكم إلا اتصلوا بنا بالرقم اللي في أسفل الشاشة باش تحجزوا موعد ونمشيو نديرو زيارة لهذا العقار هذا. بالنسبة للثمن ديال البيع ديال هاد الديور هادو، كاين الدار اللي عندها واحد لافاصاد، الثمن ديالها 140 مليون سنتيم، ثمن قابل للتفاوض. بالنسبة للدار اللي عندها دو فاصاد، الثمن ديالها 150 مليون سنتيم، ثمن كذلك قابل للتفاوض. الدار فيها 100 متر مربع ومحفظة. كنشكركم بزاف على المشاهدة ديالكم، ونتلاقاو في فيديو جديد إن شاء الله بحول الله.